طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. صحفية أجنبية تكتب عن أول يوم وصل فيه الإماراتيون إلى سقطرى. الموقع بوست: ميليشيا الحوثي تسلم جثة الحيدري لأسرته بعد وفاته تحت التعذيب. ومن الشرق الأوسط: الجيش الوطني في طريقه لفتح جبهات جديدة. ومن موقع عربي بوست: أمراني فعلهما ترامب يهددان الشرق الأوسط بحرب مدمرة. أهلا بكم. يتحدث الموقع بوست عن مواطن اعتقلته ميليشيات الحوثي قبل عامين وهو بكامل صحته ولياقته وسلمته جثة هامدة، وعنوان الموقع: مختطف منذ عامين، الميليشيا تسلم جثة الحيدري لأسرته بعد وفاته جراء التعذيب. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي الانقلابية سلمت جثة المعتقل صادق قائد الحيدري إلى أهله بعد وفاته تحت التعذيب في أحد سجونها بدمار جنوب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية للموقع بوست إن الميليشيا الانقلابية استدعت أهالي صادق الحيدري إلى محافظة دمار وسلمتهم جثة الحيدري بعد 4 أيام من وفاته في إحدى المستشفيات بدمار بعد تعرضه لنزيف بالدماغ جراء التعذيب الذي تعرض له في سجن الميليشيا في كلية المجتمع بمحافظة دمار. وكان صادق الحيدري قد توفي تحت التعذيب الثلاثاء الماضي بعد تعرضه للضرب في سجون الميليشيا بعد 3 أيام من نقله لأحد المستشفيات في محافظة دمار. واختطفت الميليشيا الحيدري البالغ من العمر 43 عاما في 14 من يوليو 2016 من منزله في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. وسجن الحيدري في مدينة الصالح السكنية وتعرض لأشد أصناف التعذيب في المدينة السكنية التي حولتها الميليشيا الانقلابية من مدينة سكنية إلى معتقل تمارس فيه أصناف التعذيب. وفي منتصف العام الماضي نقلته الميليشيا من سجن مدينة الصالح وأودعته سجن كلية المجتمع بمحافظة دمار التي حولتها كغيرها من المنشآت التعليمية إلى سجن ومعتقل للمئات. أنا متجمل من قناة بلقيس الفضائية. تحت هذا العنوان كتب الدكتور عبد القادر الجنيد الذي ظل لعام تقريبا سجينا لدى ميليشيات الحوثي، وحين أفرج عنه كانت بلقيس هي المنبر الأول الذي تحدث عبره، وقد أحب مشاركة القناة انطلاقتها وكتب: قرأوا ما كتبت عن السجين المعذب المشلول جمال المعمري فاتصلوا بي في اليوم التالي. كنت في زنزانة واحدة مع جمال لمدة 3 أشهر، ومرافقته طوال هذه المدة كانت معاناة لوحدها. أن تكون برفقة شخص معذب ومشلول لمدة 3 أشهر هو عذاب أيضا، وأن تكون في زنزانة ضيقة باردة معتمة بلا شمس ولا هواء عذاب كذلك. وأمضيت في نفس السجن أتنقل من زنزانة إلى أخرى، وأسمع وأرى قصص عذاب وانهيارات نفوس وأرواح المساجين قبل أجسادهم لمدة 10 أشهر، ومن بعيد تصلني أصوات صراخ جمال المعمري. من ثاني يوم خروجي من السجن، بالرغم من كل نصائح الأصدقاء وتحذير وتهديد السجانين، هاتفت وكلمت كل من استطعت أو توسمت بهم الخير، وكان هناك من يحذرني وينصحني بأنه من الأفضل أن أصمت لأن هذا قد يضر بجمال. أنا من الذين لا يستطيعون أن يروا السوء ويصمتوا، وأضيق بمن يقول أترك هذا لحكمة الرئيس والسلطات الأعلى ليحلوها بالصبر والمداراة والمراضعة، والأمور أكبر من تصوركم وقصر نظركم. فكتبت منشورا يحكي قصة جمال المعمري، واتصل بي أسامة عادل، وقابلتني المذيعة آسية ثابت رفعان ساعة كاملة على قناة بلقيس، وكلنا الثلاثة جننا العالم على الشيخ جمال المعمري. مثال على ما يعجبني في الإعلام من الاستجابة لمعاناة الناس وما يدور بذهن الناس، ونجدة ومساعدة لقضايا الناس بعيدا عن التطبيل والضحك على الآخرين. وأنا متجمل من قناة بلقيس الفضائية، وعيد ميلاد سعيد في عامهم الثالث.
ميدانيا تعلق صحيفة الأيام بخصوص تشكيل وتدريب قوات جديدة من أجل الدفع بها إلى جبهات القتال في تعز وعنونت الصحيفة: كتيبة عسكرية مدربة من قبل قوات التحالف تصل تعز. وقالت الصحيفة أن المعسكر التدريبي في منطقة بئر أحمد بعدن شهد حفل تخرج كتيبة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع بتعز حضرته قيادات عسكرية رفيعة من التحالف. وتضيف الصحيفة: تلقت الكتيبة التي أطلق عليها اسم الكتيبة الأولى مهام خاصة تدريبات خاصة ومكثفة خلال 3 أسابيع على أيدي مدربين مؤهلين وبإشراف مباشر من قوات التحالف العربي. وتفيد الأيام: تعد الكتيبة أول تشكيل عسكري في تعز يتلقى تدريبا خاصا ومكثفا من قبل التحالف. قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي قال إن مهمة الكتيبة 10 خاصة قتالية، وسيتم توزيعها على جبهات القتال التي يرابط فيها اللواء 35 مدرع. قال تقرير لموقع يمن مونيتور إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعرض لضغوط متزايدة للخروج العسكري من محافظة أرخبيل سقطرى بعد أن بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي وحمل التقرير عنوان: وسط ضغوط دولية لمغادرة سقطرى، علاقة الإمارات بالحكومة اليمنية دخلت مرحلة لا عودة. ويقول الموقع: في الواقع يعتبر تصعيد الحكومة اليمنية باتجاه مجلس الأمن وتدويل أزمة سقطرى من التحالف العربي إلى المجتمع الدولي مرحلة لا عودة في علاقتها مع دولة الإمارات. وضع مجلس الأمن الدولي اليمن تحت الفصل 7 ضمن القرار 2216 ملتزما بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويعتبر الوجود الإماراتي في منطقة تبعد 1000 كيلومتر عن أقرب نقطة مواجهة مع الحوثيين إثارة لقلق يتعلق بالسيادة اليمنية. وقال التقرير إن الإمارات لا تنتهك القرار 2216 فقط، بل تنتهك أيضا قرار نظام العقوبات المفروض على معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن بانتهاك شرعية الحكومة المعترف بها دوليا، وتدعم قوات وفصائل خارج إطار الحكومة تخضع لسلطتها وقيادتها. عن ما وصفه بدرس سقطرى كتب خالد الرويشان مقالا قال فيه: درس سقطرى لم ينتهي الدرس بعد للأسف، وأتمنى مخلصا وداعيا أن ينتهي بسرعة وبهدوء. مجرد بيان هادئ من الحكومة الشرعية قلب الدنيا على الإمارات، صدرت بعده بيانات مؤازرة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أوروبية، وربما أن ذلك فاجأ دولة الإمارات وأزعجها، لكنها كانت السبب والنتيجة، ولم أكن أحب لها أن تقع في مثل هكذا حرج أمام العالم كله. ولم يكن هناك من داع لهذا كله لو احترمت شرعية السلطة اليمنية وقراراتها. حدثت كل هذه الضجة من مجرد بيان لرئيس الوزراء نشره في الفيسبوك، كان بياناً هادئاً شديد الدبلوماسية، فكيف لو كان بياناً قوياً وغاضباً؟ ما هو الدرس أيها العرب الكرام من هذه الواقعة؟ الدرس الأهم هو أن العالم كله يحترم شرعية السلطة ولا يعترف بغيرها مهما تكن الظروف، وبالتالي فإن التحالف معني بذلك قبل أي أحد، احترام الشرعية وقراراتها. ولأن شرعية التحالف أساساً هي من شرعية السلطة اليمنية التي يعترف بها العالم كله مهما كانت ظروفها الآنية أو حتى أخطاؤها. العالم المتقدم يحترم بل يقدس شرعية السلطة، فهذا هو أساس تقدم واستقرار عالمنا اليوم، وإلا فإن الانقلابات في كل بلد وفي كل ساعة. العالم المتخلف والذي قد يكون معظمه بلا شرعية سلطة، أو أنه في أحسن الأحوال يعيش أزمة شرعية السلطة، هذا العالم المتخلف لا يحترم ولا يهتم بشرعية السلطة لأنه فاقد لها أساساً. أريد أن يقرأ هذا الكلام كثير من الكتبة الذين تعج بهم البلاد اليوم. مجرد بيان هادئ من الحكومة زلزل الدنيا، فكيف لو هز الرئيس الشرعي هادي قرونه وقال وأبان؟ لا نريد أن يخسر اليمن الإمارات،
لكننا قبل ذلك وبعده لا نريد أن نخسر اليمن الكبير. وصفت بأنها مباراة عودة الذكريات، كما علق مدير مكتب الشباب والرياضة في تعز أيمن المخلافي عندما تحدث عن أول مباراة عقب الحرب وعنون موقع الصحوانات. بعد توقف لثلاث سنوات، ملعب الشهداء في تعز يشهد أولى المباريات الرسمية. وقال الموقع أن ملعب الشهداء في تعز شهد أولى مباريات كرة القدم رسميا في المحافظة بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب الحرب على المحافظة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. وتواجه في المباراة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة في تعز تحت شعار مباراة عودة الحياة منتخبات نادي الطليعة والرشيد ويعتبران من الأندية الكبيرة في المحافظة، وفاز في المباراة نادي الطليعة بهدف نظيف سجل في الشوط الأول من المباراة التي شهدت حضورا نسبيا للجماهير وعددا من الرياضيين في أندية تعز إلى جانب مسؤولين حكوميين. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت الصحفية لوسي تاوروز في تقرير لها نشر على موقع منظمة بي آر إي وترجمه الموقع بوست أن الوجود الإماراتي في جزيرة سقطرى يثير القلق حول مستقبل الجزيرة وعجائبها الطبيعية النادرة. وقالت الصحفية إن الحكومات العربية تتصارع حول الجزيرة التي تقع في المحيط الهندي والتي لم يشاهدها سوى قلة من الناس، وتعد جزيرة سقطرى أكبر جزيرة في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر الأماكن عزلة على وجه الأرض، وهي موطن لثقافة قديمة وبعض من أغرب النباتات في العالم. وتضيف الصحفية الجزيرة جزء من اليمن، لكن الإمارات العربية المتحدة تستثمر هناك وتقوم بإنشاء البنية التحتية. وفي 30 أبريل قامت الإمارات بنقل الجنود والدبابات إلى مهبط في سقطرى. هذه الخطوة وفقا للصحفية تشير إلى أن نوايا الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أبعد ما تكون عن الوضوح، وهذا يثير القلق حول مستقبل سقطرى وعجائبها الطبيعية النادرة. وقالت بالرغم من أن سقطرى نجت من القتال، كان الطقس غير الاعتيادي يزعج الجزيرة في وقت لاحق من ذلك العام، ومر إعصاران قاتلان على الجزيرة، وعلى الفور استجابت الإمارات العربية المتحدة بالإمدادات الغذائية والطبية والأطباء وفرق الإنعاش. وتابعت الصحفية أن الحكومة اليمنية كانت منشغلة بالصراع في البر الرئيسي في ذلك الوقت، وهكذا دخلت الإمارات إلى سقطرى، وبعدها لم تتراجع الإمارات العربية المتحدة. صحيفة الشرق الأوسط تحدثت عن إطلاق معركة الحديدة وسط تساقط لجيوب الميليشيات غرب تعز. وقالت الصحيفة أن القوات اليمنية المشتركة المسنودة بقوات التحالف دعم الشرعية أطلقت معركة تحرير محافظة الحديدة واستعادت ميناءها الاستراتيجي من قبضة الميليشيات الحوثية، وذلك غداة انتهائها من تأمين مناطق غرب تعز وجنوبها الغربي. وتفيد الصحيفة أن إطلاق معركة تحرير الحديدة تزامن مع زيارة للرئيس هادي ونائبه إلى مقر القيادة المشتركة لقوات التحالف دعم الشرعية في الرياض للاطلاع على التطورات الميدانية في مسرح العمليات في جبهات المواجهة مع الميليشيات الحوثية. وتقول الصحيفة مستندة إلى مصادر خاصة أن عملية التحرير تتقدم من محورين باتجاه الحديدة شمالا انطلاقا من مديريتي حيس والخوخة المحررتين جنوب المحافظة باتجاه مديريتي الجراح والتحيتة.
ويتوقع المراقبون أن تشهد المعركة تطورات متسارعة، كما تضع القوات المشتركة عينها على مديرية زبيد الواقعة شمال الجراحي والتحيتة بموازاة غطاء جوي لمقاتلات تحالف دعم الشرعية. الأستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف كتاب هل انتهى القرن الأمريكي جوزيف ني كتب مقالا بعنوان حقوق الإنسان ومصير النظام الليبرالي، وعادة الغد نشره. قال في جوزيف منه: أعلن عدد كبير من الخبراء وفاة النظام الدولي الليبرالي الذي ساد في فترة ما بعد العام 1945، بما في ذلك نظام حقوق الإنسان المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948. وفقاً لمنظري العلاقات الدولية الواقعيين، لا يستطيع المرء أن يحافظ على النظام العالمي الليبرالي عندما تكون اثنتان من القوى العظمى الثلاث روسيا والصين معادية للليبرالية. ففي غضون السنوات الخمس المقبلة سوف تتجاوز الحصة من الدخل العالمي الذي تحتفظ بها دول تعتبر غير حرة مثل الصين وروسيا ودول في الشرق الأوسط الحصة التي تحتفظ بها الديمقراطية الليبرالية الغربية. تعيب هذه الحجة عدة مشاكل. الخلل الأكبر يتلخص في وضع دول مختلفة كاختلاف الصين وروسيا معا في ذات الفئة بوصفهما محوراً للاستبداد، على الرغم من أن روسيا والصين دولتان استبداديتان وتستفيدان من التكتل ضد الولايات المتحدة في المحافل والهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن مصالحهما مختلفة للغاية. فالصين قوة صاعدة متداخلة بشكل كبير مع الاقتصاد الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة، وفي المقابل تعتبر روسيا دولة منحدرة تعاني من مشاكل ديموغرافية خطيرة وأخرى خاصة بالصحة العامة، وتشكل الطاقة وليس السلع النهائية ثلثي صادراتها، وفي أغلب الأحيان تشكل الدول المنحدرة خطورة أكبر من الدول الصاعدة. باختصار، ينبغي لنا أن نشعر بالقلق إزاء التحديات المتعددة التي تواجه الديمقراطية الليبرالية خلال الانتكاسة الحالية لما أسماه صامويل هينغسون الموجة الثالثة من نشر الديمقراطية، لكن هذا ليس سبباً للتخلي عن حقوق الإنسان. في أخباره المتنوعة يعنون موقع عربي بوست: أمراني فعلهما ترامب يهددان الشرق الأوسط بالحرب المدمرة، ومحللون يقولون الرئيس الأمريكي سكب الزيت على النار. وقال الموقع: ازدادت حدة التوتر داخل منطقة الشرق الأوسط بشدة بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، مما أثار القلق من أن نقل السفارة الأمريكية المرتقب إلى القدس سيشعل صراعا مع النتائج غير المتوقعة في الشرق الأوسط. وقد عملت وزارة الخارجية لأسابيع على تأمين المناصب السياسية الأمريكية داخل الدول الإسلامية تمهيدا لنقل السفارة خوفا من حدوث أي عنف محتمل، حتى في الوقت الذي يقول فيه مسؤول الإدارة الأمريكية إن القضية لم تعد تستفز الشرق الأوسط كما كانت تفعل سابقا. ويتابع الموقع: يأتي نقل السفارة المزمع حدوثه غدا الاثنين بعد أيام قليلة من تبادل إيراني وإسرائيل أو تبادل إيران وإسرائيل الهجمات على الحدود السورية وإطلاق الصواريخ الذي يتبعه تهديدات معادية في تصعيد شديد من نوعه لحدة التوتر. صحيفة الغارديان البريطانية وثقت الأحداث التي شهدها العالم من خلال مصوريها الذين طافوا نواحي مختلفة من العالم. استعرض الصور في جولتنا المصورة.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.